بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم. ازيكم يا غاليين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا غدا لذيذ ما بياخدش وقت، ينفع لو عندك عزومة وينفع برضو عادي غدا عادي. يعني معانا صينية من شرائح اللحم بالكوسة والجبنة الرومي والموتزاريلا. ثواني ونبدأ طبقنا ان شاء الله. يلا بينا تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طاسه على النار وفيها زيت، حطينا فيها ثوم مفري دقينه يعني، وورقه بقدونس كده عشان تدي ريحه. هنا كوسه مقطعينها شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين، هنحطها على الثوم يتشوحوا مع بعض، ونحط ملح وفلفل اسود وخلاص، وهنشوف هنكمل هنعمل ايه. اهو بعد ما الثوم حاجه بسيطه، طبعا الثوم ما بنحمرهوش، يا دوبك ياخد تشويحه يعني حاجة بسيطة كان شم ريحته، ونضيف له الكوسة بتاعتنا الشرايح الرفيعة دي من غير مية، يعني هيتقعد 5 دقايق مثلا على النار تتشوح من غير مية. نشوحها على النار 5 دقايق ونحط ملح وفلفل اسود. اهي حطينا ملح وفلفل اسود، 5 دقايق بقى كده تتشوح من غير مية خالص، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بباقي اكلتنا. هنكون مجهزين لحمة هنشوفها دلوقتي. اهي معانا هنا معانا لحمه مسلوقه من الفخده او انتركوت او عرقه البيانكو، بنكون سلقينها وسايبينها تبرد خالص، ما تقطعش قبل ما تبرد عشان ما تطيريش. وبعدين هنقطعها رفيع زي ما انتم شايفين، مقطعينها رفيع خالص كده زي ما انتم شايفين، ومحضرين ايه محتوياتها. ادي الكوسه اللي احنا شوحناها على النار 5 دقايق مع الثوم وملح وفلفل اسود، ومقطعينها حلقات رفيعه. ويبقى معانا هنا ادي اهي، بصوا سمك اللحمه اهي رفيع خالص بعد ما بتبرد، اوعوا تقطعيها وهي سخنه، سلقينها عادي ميه وبصله وملح وفلفل، يعني عادي السلق لحمه عادي، وبعدين ناخدها تبرد خالص وبعدين نقطعها رفيع زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا موتزاريلا وجبنه رومي، ادي موتزاريلا وجبنه رومي، وادي اللحمه بتاعتنا اهي، هنرصها في الصينيه دلوقتي قدامكم. طبعا دي حته ناعمه، يعني اللحمه دي حته ناعمه اهي، رصيناها اللحمه وحواليها وفوقيها كده الكوسه والموتزاريلا والجبنه الرومي وشويه زيت، شويه زيت عليهم كده على وش الصينيه، هتخش الفرن يا دوبك 5 دقايق، يعني يا دوبك الموتزاريلا والجبنه الرومي يسيحوا يعني، فاهمين؟ لان كل حاجه مستويه، اللحمه مستويه والكوسه متشوحه ومستويه بس من غير ميه، تمام. وادي الجبنه الرومي والموتزاريلا، بس عملنا احلى غدا جميل لذيذ. لو عندك عزومه برضو تحطيه برضو في منتهى الجمال والشياكه وخلاص. اكلاتنا احلى حاجه فيها انها بسيطه وسهله وتدي افكار لو عايزه تعزمي حد، لو مستعجله ست بيت، قصدي سوري ست عامله موظفه يعني، وعندك حته من دي. طبعا الحته الناعمه دي بتتعمل باسرع ما يمكن، يعني الانتركوت والتلبيانكو والفخده بتتعمل باسرع ما يمكن، بتبقى لذيذه طبعا ومغذيه. وادي طبقنا بعد ما خرج من الفرن، طبعا رشينا عليه شويه كاتشب، وبالهنا والشفا، جميل جدا اهو، وحاجة تشرفك وحاجة تغذي ولادك، وقبل ما تشرفي حد بتشرفي ولادك يعني، يعني انت اما تأكلي ولادك احلى حاجة هتأكلي الناس احسن حاجة. وبالهنا والشفاء على قلوبكم، يا رب تكون اكلتنا عجبتكم النهاردة. اشوفكم جديد ان شاء الله في اكلات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.